يقول رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان العراقية محمد علي إن التقارير الميدانية الواردة من نينوى والأنبار وكركوك وبغداد تؤكد اتساع عملية إعادة النازحين قسرا خلال الأيام الماضية وبشكل غير إنساني، ويوضح للعربي الجديد أن النازحين وضعوا في حافلات تابعة لوزارة النقل وقد أعيدوا إلى مناطقهم بشكل همجي، مبينا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد يكون متورطا أو متغاضا عن هذه العمليات غير الإنسانية، ويشير إلى أن النازحين يفضلون البقاء في الخيام الباردة على العودة إلى المدينة التي لا يملكون فيها منازل. ونصب نازحون خياما على أنقاض منازلهم، لكن المشكلة لا تنحصر هنا بل تكمن في البيئة المليئة بالجراثيم والأمراض نتيجة انتشار القوارض والحشرات والجثث، فضلا عن الألغام والأجسام غير المنفجرة من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية داعش والعمليات العسكرية. ويتحدث عن تورط ميليشيات وأحزاب مع الحكومة في هذا الملف تحديداً.